نحن اليوم متواجدين في حقل لافندر تابع لمؤسسة تعليم بلا حدود مداد. هذا الحقل تم زراعته العام السابق، تم حفره بالتركسات وكان فيه جهود وتكاليف مالية عالية. من الزراعة أدخل حديثا على الشمال السوري. طبعا النباتات الطبية والعطرية هي أحد مجالات الزراعة المهمة جدا، بسبب الأجزاء النباتية مثل الأوراق والأزهار اللي ممكن نستفاد منها من النبات بشكل عام، أو الزيوت المستخلصة من هذه الأجزاء. هذا النوع من الزراعات بيدخل عوائد مالية عالية. طبعا في كثير من الدول رائدة في مجال زراعة النبات اللافندر، لما له من أهمية على مجال الرحيق، على مجال تشكيل الزينة، الزيت المستخلص منه له فوائد جدا عالية وجدا سعره مرتفع. من الممكن أن التوسع في هذه الزراعة لما لها من أثر بيئي وأثر جمالي على المناطق المحررة، ولما لها من عوائد مالية على المزارع وعلى الأشخاص المستفيدين بشكل غير مباشر.